شهدت الأسواق العراقية ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار معظم السلع والمواد الغذائية خلال الأيام الأخيرة، أبرزها الطحين والزيت والرز، ما تسبب في استياء شعبي كبير. السوق غالي عمي، نار كبرة، نار. شنو ذنب الفقير المعدة؟ شنو ذنب وين يروح؟ الشعب ده يعاني وعانى ما عانى، ما نريد نحسب غير حقوق بعد، احنا حقوقنا مسلوبة. حول الله، خلي عيننا بعين الله، بس هذا دا يجي يعني عن طريق قناتكم بالنسبة للحكومة ووزارة التجارة، خصيصا وزير التجارة زين، يعني يفتح مجال للمستوردين. وتسببت موجة الغلاء بقلق ومخاوف كبيرة من مواصلة أسعار البضائع صعودها الجنوني في بلاد يعيش نحو ثلث سكانها أوضاعا اقتصادية غاية في السوء. العالم اشتاك الحو، ملتوها كافي، شنو الأسعار هاي؟ حتى سوق ماكو، خليته انتهى السوق، العالم قامت تجدي. صحيح ولا قامت تجدي وما قامت تجدي؟ وبالرغم من محاولات السلطات الحكومية طمأنة المواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار بتوزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا، إلا أن المواطنين شككوا بقدرة البطاقة على حل أزمة الأسعار. الحصة مالتنا كل 4 أشهر يجينا طحين، صدق كذب، وكل 4 أشهر يجينا حصة واحدة، الأسعار عمي صاعدة فدنهم، صاعدة، ما نقدر كل شيء نشتري والله العظيم. شو احكي بعد؟ وين الحصة؟ هي بطل زيت وربع كيلو عدس مجروش، ما ادري عدس ايش يطي، وقوطية معجون، رحمة لابوك، وهاي البطاقة التموينية خابصين بيها. أزمة جديدة يواجهها العراقيون الذين تحاصرهم أحوال معيشية سيئة بالارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية، وفي خضم الفشل الحكومي المتفاقم وتصاعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تتضاعف مخاوف العراقيين مما سيواجهونه في قادم الأيام.